بتعمل ايه؟ انا اول مرة الاقيك مركز كده في موبايلك. ثواني بس بتأكد من حاجة. هاي يا جماعة، الستوري النهاردة بعد غياب، اصلكم ما تعرفوش اللي حصل لي. انا كنت مخطوفة، عم حسني وعصابته خطفوني، وكان لازم يحيى ياخد عم حسني في المغامرة الجديدة عشان يرجع يحيى بطل رخامة بقى. بطلي انت جنان، الكلام ده لو الناس سمعته هيقولوا علينا مجانين، وفي منهم اللي هيصدق ويعمل نفس اللي عمله عم حسني ويطمع في حاجات مش بتاعتنا ولا ملكنا. معاك حق، بس انت عارف الستوري دي كان ممكن تعمل كام فيو؟ الفولورز كانوا هيزيدوا قوي يا يحيى. يا كنوز، لو على الفولورز عندك ألف طريقة تانية، منهم زي ما قلتي قبل كده انك ترسمي، ارسمي كل اللي عينيكي شافته ومحدش ساعتها هيقدر يشك. عارفة ليه؟ لان الرسم جزء كبير منه معتمد على خيالك. انا ازاي كنت ناسية؟ يمكن عشان اللي حصل اخر مرة؟ لكن هنا الوضع مختلف، اقدر ارسم براحتي.